مؤشرات مؤسسات الاسره، وقلنا ان في فعلا تحسن كبير جدا بنقاط كبيره الى نسبه الختان بالذات في البنات، يعني دول الفئه المستهدفه يعني اللي هم لغايه 19 سنه، لا اتحسن بنسب كبيره جدا، وصل ل 14 مقابل 21 في 2014. لكن احنا بنعمل مسح متخصص عن الختان بقى واثاره، يعني نحط فين نلامس مع قيم السيدات وقيم الاسر وقيم الناس في الامر ده، عشان وده بيتم بالتنسيق بين الجهاز وبين المجلس القومي للمراه ان شاء الله. ده من المسح اللي هنعمله قريب، عندنا مسح ان شاء الله بنخطط برضو لعمله قريب، يمكن في شهر اكتوبر او نوفمبر هنبدا فيه العمل الميداني اللي هو مسح عماله الاطفال، وده مسح من المسح المهمه جدا. احنا كان اخر مسح عملناه يمكن في 2009 اللي قلنا فيه كمان ان كانت عماله الاطفال في الاعمال الخطره كانت حوالي 9%، والحمد لله مسح الصحي الاسره يعني اصلنا كان عندنا جزء من عماله الاطفال، وقال ان عماله الاطفال قلت من 9 سنه 2009 الى حوالي 5.6 سنه 2021. ده مؤشر كويس جدا. لكن المسح بقى كمان يعني بيتعرض بقى لدراسه تفصيليه، وده برضو المسح بيتم بالتنسيق بيننا وبين وزاره القوى العامله ومنظمه العمل الدوليه، بتعتبر من المسح المهمه كمان اللي يعني بتشوف خصائص الاسره اللي هي عندها طفل بيشتغل، يعني كمان بتعرف الطفل ده بيشتغل ليه، يعني هل الاسره شكلها ايه، الاسره ما بتعملش، الاسره فيها اميين، الاسره منفصله، عشان كمان حتى بيحصل بعدها علاج لمشاكل اجتماعيه كتيره نتيجه الطفل اللي بيشتغل ده بيشتغل نتيجه حاجه، يعني نتيجه يا احتياج اسرته او انفصال او الزوج منفصل، الاب منفصل عن الام، او الاوضاع الاقتصاديه كلها. فمسح بيطلع خصائص التعليميه وخصائص الاسره ومكونات الاسره والطفل، هيبقى مسح كبير جدا في هذا الامر. هي عماله الاطفال عندنا بنحسب من سن قد ايه لغايه كام يبقى عمل؟ احنا بنحسبها من سن 5 سنين الى 17 سنه، يعني اقل من 18 سنه. احنا عندنا حتى بحكم القانون احنا يعني الاقل من 18 سنه بنعتبره طفل، 18 فما فوق بيعتبر يعني خرج. احنا بنحسب الفئه ديت، واحنا كمان حتى احنا برضه في كل عندنا